أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس جنو لينكس. درسنا اليوم عن نظام تشغيل React OS. نظام تشغيل React OS هو نظام صنع لكي يكون بديل عن ويندوز، وهو شبيه بالويندوز لكنه مجاني حر ومفتوح المصدر. كما يقول فريق React OS عن المشروع، فهو ليس مبنيا على لينكس أو يونكس، إنما هو نظام تشغيل مبني من الصفر. لكن لاحظت وجود برنامج واين ضمن البرامج المثبتة على النظام. ربما أن هناك أخطاء في النظام لا يقوم بتشغيل كافة برامج ويندوز كما يجب، لذلك يستعينون بالواين لتشغيل البرامج التي لا يقوم النظام بتشغيلها. على أي حال، كما ترون، ها هو سطح المكتب برياكت او اس. هو شبيه بسطح مكتب ويندوز اكس بي، لكن يحتوي على أسطح مكتب وهمية، على عكس ويندوز يحتوي على أسطح مكتب وهمية كما ترون، وهي ميزة موجودة في لينكس منذ زمن بعيد. لنأتي إلى هنا إلى البرامج. كما ترون هناك Administrator Tools Start Up، تماما كما في ويندوز إكس بي. الأكسسوارز كما تلاحظون هناك برنامج الرسام أو Paint، هو موجود في ويندوز إكس بي تماما، لا يوجد اختلافات إلا ربما في مواقع الأشرطة. هناك بعض الألعاب مثل سوليتير وسبايدر وواين، الألعاب الشهيرة التي تأتي مع نظام تشغيل ويندوز. طبعا موزيلا فايرفوكس لم يكن موجود، أنا قمت بتثبيته. كيف تقوم بتثبيت البرامج في نظام رياكت او اس؟ هناك ما يسمى برياكت او اس ابليكيشنز مانجر. هناك توجد فيها عدة تصنيفات، مثلا انترنت اند نتورك. من هنا قمت بتثبيت الفايرفوكس. سوف تلاحظون وجود عدة برامج، موزيلا فايرفوكس الاصدار الثاني، موزيلا فايرفوكس الاصدار 22، انا قمت بتثبيت اخر اصدار. بالتورنت يوجد ايضا اوبرا، ثاندر بيرد، سي مانكي، وين براوزر. يوجد عدة متصفحات وعدة برامج الإنترنت، يو تورنت. بالنسبة إلى الأوفيس، طبعا لم تجد مايكروسوفت أوفيس، لكن سوف تجد بدائلها وهي لايبر أوفيس، اي بي وورد. أيضا برنامج الشهير نوت باد بلس بلس الذي يستخدم في البرمجة موجود في التوزيع، بإمكانكم تثبيته. لن تجد أدوبي ريدر، لكن سوف تجد البرنامج الذي أعده أفضل من أدوبي ريدر، وهو سمارتا بي دي إف، يحتوي على مزايا رائعة جدا، أنصحكم باستخدامه. ايضا اوبن اوفيس، بالاضافه الى العديد من البرامج في باقي التصنيفات مثل الفيديو والاوديو. سوف تجدون عدة برامج. ايضا يوجد العاب، لا ادري اذا كان يمكن تثبيت برامج خارجية عن طريق يو اس بي او سي دي او عن طريق الانترنت. لم اجرب ذلك بصراحة، ولذلك لان هناك اخطاء كثيرة في النظام. أعتقد أنه لا زال في مرحلة تجريبية، وأنه لا زالت تجرى عليه بعض الاختبارات. كما ترون، ها هو متصفح فايرفوكس، أتمنى أن يعمل بشكل جيد. إني آخر مرة قمت بتشغيله تشنج النظام. على أي حال، أنا لا أنصح بتثبيت React OS على كمبيوترك الخاص، لكن يمكنك أن تثبته على كمبيوتر خاص بعمل التجارب. يمكنك أن تثبته على الـ Virtual Box كما ترون. أنا الآن أعمل على الـ Virtual Box على فكرة. هو محاكي وهمي يقوم بتشغيل نظام آخر داخل نظام. إن شاء الله سوف أرفق لكم روابط لكيفية
استخدام الفيرتوال بوكس لتشغيل أنظمة أخرى. كما أنني في هذه الحلقة سوف أتناول كيفية تثبيت رياكت أو إس من خلال الفيرتوال بوكس. ابقوا معي.